إذن التمائم كلها من الشرك إلا إذا كانت من القرآن محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى التمائم كراهية السلف ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه والكراهية عند السلف تحريم فتح باب شرع على الناس امتهان للقرآن. عندنا أشياء يضعها بعض الناس مهم جدا ننتبه لهذا. كثير من الناس هدانا الله إياهم يضع على باب البيت أو السيارة أو الأولاد كف أو نعل أكرمكم الله قديم أو إطار السيارات أو خرق. أنت تشوف التريلات عندنا بعض التريلات ترى نبه المفتي على هذا تريلات يضعوا خرق سوداء كذا في الصدامات وعند أكرمكم الله الكفرات إيه نعم هذا اللي دفع العين أو يضع حافر الفرس أو عين زرقاء أو خرزة زرقاء أو بعض الأشياء من البحر الشجرة الصبار أشجار كتابات يكتب عين الحسود لا تسود عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأشياء لا تعلق حتى كتابة على السيارات الآن لا إله إلا الله في حفظ الله الله يحفظ ما شاء الله تبارك الله لاش يا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت بيوت دواب أولاد نعم وضع شيء من هذا لا. الشيخ إبراهيم اشترى سيارة لكزس وجاله الشيخ قال ضع فيها مصحف ليش قال عشان ما يجي حادث لا. القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن حتى نحفظ بالسيارات ونضع مثلا في المدخل المجلس عندما يدخل من البيت قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في مدخل البيت يضعوها لا ما يمكن نضع هذه الأشياء هذا كله محرم إذا كانت من غير القرآن هي من الشرك نسأل العافية.